اهلا بيكم في قناه قناص، معكم احمد عمرو. فيديو النهارده عن البوتاسيوم. نتكلم ايه هي اهميه البوتاسيوم، ايه لازمته، ايه هي اهميته او المهمه بتاعته في الدايت. هنتكلم نقص البوتاسيوم ممكن يؤدي لايه، او هي اعراض نقص البوتاسيوم، وهنتكلم ايه هي اهم مصادر البوتاسيوم، وهنقول طبعا احنا محتاجين بوتاسيوم قد ايه، ازاي انت تغطي الاحتياج بتاعك دوت، ولو ما عرفتش تغطيه من الاكل ممكن تحتاج لمكمل، بس اعتقد ان هو سهل ان هو يتغطى من الاكل لوحده. اهم حاجه البوتاسيوم بيعملها هو ان هو بيكون الجلايكوجين بتاع العضله. يعني ايه جلايكوجين؟ لما باكل كربوهيدرات، لما بتاكل بروتين، بعد كده بتحول لجلوكوز في الدم، وبعد كده بيروح على العضلات بيتخزن على شكل جلايكوجين. ده بيكون زي البنزين بتاع العضله. زي ما العربيه مش هتمشي من غير بنزين، فبرضو العضله بتاعتك مش هتتحرك، مش هتعمل انقباض، مش هتنفذ اي مجهود غير لما يكون فيها جلايكوجين. فطبعا نقص البوتاسيوم هيؤدي لضعف في العضلات، هيؤدي لكرامس، هيؤدي لشد عضلي، هيؤدي لمقاومه الانسولين، هيؤدي الانسولين ريزيستنس، لان هي ديت الماده اللي بتسحب السكر من الدم للعضلات. وده برضو بيفسر لنا ليه انا دايما بقول ما تاكلش سكر صناعي، لان انت لو كلت سكر صناعي، السكر دوت عشان يخش يبقى جلايكوجين هيحتاج لبوتاسيوم، فانت لو كلت سكر صناعي فده ما فيهوش اي بوتاسيوم خالص، فساعتها البوتاسيوم هيبتدي يتسحب من جسمك. جسمك هيسحب البوتاسيوم اللي متخزن عنده علشان يدخل السكر دوت في الخلايا او في المكان بتاعها المظبوط. ايه اللي هيحصل لما البوتاسيوم بتاعك بيقل؟ طبعا الصوديوم هيبتدي يعلى. لازم يبقى فيه نسبة وتناسب بين الصوديوم وبين البوتاسيوم. لما الصوديوم بيعلى طبعا المية اللي بتتخزن جوه الجسم بتزيد. ده بيفسر لنا ليه لما حد بيعمل نظام بيكون فيه كربوهيدرات قليلة شوية، او بيكون نظام زي الكيتو دايت، ليه بيخسر وزن كتير قوي من المية؟ ليه بيبقى جسمه متقسم اكتر؟ انا ما بعملش عموما نظام كيتو ولا اي حاجة، بس يعني ده بيفسر الموضوع. لان انت لما بتقلل السكر بتبقى محافظ على مخزون البوتاسيوم اللي عندك، او لما تاكل كربوهيدرات بس الكربوهيدرات دي فيها بوتاسيوم زي اللي هنشرحها في الفيديو، فدوت برضو مش هيعمل موضوع تخزين المية زي السكر الصناعي. طيب بالنسبة لعلامات نقص البوتاسيوم، طبعا المعلومة مهمة عن البوتاسيوم، البوتاسيوم مش هيبان لو عملت تحليل دم. 98% من البوتاسيوم بيبقى جوه الخلايا مش في الدم، فالبوتاسيوم مش هيبان في التحليل غير فعلا فعلا لو كان قليل جدا. يعني لو كان البوتاسيوم فعلا انت في مرحلة فيها خطورة ساعتها بيبان في تحليل الدم، فمش صح طبعا ان انت تستنى للمرحله ديت. فالاحسن ان انت ركز في الحاجات اللي احنا هنقولها ديت. لو عندك علامات منها يبقى انت عندك نقص بوتاسيوم. اول حاجه اتكلمنا عليها هي الشد العضلي والضعف بتاع العضلات، دي علامه مهمه جدا ان انت عندك نقص بوتاسيوم. عندنا برضو ارتفاع ضغط الدم. نقص البوتاسيوم بيؤدي لارتفاع ضغط الدم، بيؤدي لريسك عالي جدا للاصابه بمرض السكر. يعني غالبا معظم الناس اللي عندها سكر بيبقى عندهم نقص بوتاسيوم، وفي نفس الوقت بيعمل اضطرابات في القلب. ليه؟ لان هو بيعمل ضعف في العضلات، والقلب برضه من ضمن العضلات، فهيعمل اضطرابات في ضربات القلب. فلو لاحظت اي حاجه من العلامات ديت يبقى انت عندك نقص بوتاسيوم. لو النظام الغذائي بتاعك ما فيهوش الاكل اللي احنا هنشرحه دلوقتي، فيبقى انت برضه غالبا عندك نقص بوتاسيوم. طيب هنقول دلوقتي احنا محتاجين كام بوتاسيوم في اليوم. محتاجين 4600 ملي جرام بوتاسيوم كل يوم. الموزه الواحده ما بتعديش ال 500 ملي جرام، فانت عشان تاخد احتياجك من البوتاسيوم هتاكل حوالي 10 موزات في اليوم، فمش عايز طبعا حد ان هو ياكل 10 موزات في اليوم. فالموز مش مصدر حلو قوي للبوتاسيوم زي ما ناس كتير فاكره، بس هو مازال جيد. يعني لو ناقص لك كام ملي جرام في البوتاسيوم في اخر اليوم ممكن الموز هيكمله، مفيش مشكله. بقى الاكل اللي هو فعلا غني بالبوتاسيوم، اول حاجه عندنا هي البطاطس والبطاطا الحلوه. 100 جرام بس من البطاطس او من البطاطا بيكون فيهم حوالي 700 ملي جرام من البوتاسيوم. لو اكلت 200 جرام هيبقى خدت فوق ال 1000 ملي جرام من البوتاسيوم. عندنا حاجه زي الافوكادو فيها 900 ملي جرام من البوتاسيوم، الافوكادو لو حجمها متوسط كامله. عندنا برضو من ضمن المصادر الحيوانيه اللي هي فيها بوتاسيوم، عندنا سمك السلمون 200 جرام سلمون هيبقى فيها حوالي 900 ملي جرام من البوتاسيوم. عندنا الاوراق الخضراء، كل الاوراق الخضراء فيها بوتاسيوم، اكتر حاجه فيهم هي السبانخ. السبانخ فيها حوالي 600 ملي جرام بوتاسيوم كل 100 جرام تقريبا. بعد كده عندنا حاجات تانية، دي يعني هيبقى كل قطعه منها هيكون فيها حوالي من 250 جرام ل 300 جرام من البوتاسيوم، زي الخيار، زي الخس، لو كلت حبه خس مثلا هيبقى فيها برضو نسبه بوتاسيوم كويسه. الموز اوكي مفيش مشكله ممكن تكمل بالبوتاسيوم. الخوخ او الفاكهه عموما، كل الحاجات ديت هتدي لك جرعه كويسه برضو من البوتاسيوم في الاخر. فالفيديو ده طبعا كان تكمله للحاجات اللي احنا عملناها قبل كده، اتكلمنا عن معظم الفيتامينات ومعظم المعادن اللي الجسم محتاجها. دي هتبقى زي سلسله هننزلها، فلو ما شفتش الفيديوهات اللي قبل كده اتفرج عليها وشغل جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش فيديوهات تانية، ولما ننزل اي حاجه جديده هتكون متابعها. لو حد محتاج مساعده في ترتيب الدايت، ترتيب التمرين، ترتيب المكملات، ايه الحاجات اللي ناقصه في الاكل بتاعه، هيلاقي رابط في الشرح. لو حد عايز برنامج ممكن يتنفس في البيت هيلاقي برضو الرابط في الشرح.